سيدي زدبوي معكم في نوفل فيديو وفي الفيديو هنا كده لا تكنولوجي اون الجيري. قبل ما نبداو حبيت نقول لكم بلي هذا الفيديو راح نشارك بها في مسابقة يوتيوبرز بودكاست عربية. اكسيون. التكنولوجي تطورت حتى ولات روبو يهدر معاك يجيب لك تاكل. هذه مش في الجزائر. احنا في الجزائر فرشناهم بزاف كابابل تلقى واحد مدير فرشيطة في بلاصة بارابول ويتفرج عادي. وزيد احنا بالسلبة ديرونا الكاتشي وكي ديرونا لنا ديرونا لنا ثقيلة. الموزمبيق ولعقتهم الكاتشي قبلنا وما رضيش نهدر على التكنولوجي بلا ما نهدر على لي سمارت فون. شكون ما عندوش سمارت فون؟ كي تلقى واحد عنده بورطابل كيما هذا تجيك حاجة بيزار. الحاجة اللي ترى يعيطوا لي على جالها. هو اروح ابني نعطي شنية دي ابو اسطورة دي ايه دي كبابة اب ستوري تيلي شارجيو من هاني الابليكاسيو وهذه اللي هنا هنا في اميرا دي شنية ايه دي كي تصوروا بها دي وهذه اللي الطيارة دي شنية هذه الطيارة هذه اللي مرسومة هنا طيارة تقلب تليفوني طيارة. شوف بابا تم يليق لك شوية كيما يليق لك. هاو هذا منا تكوبي منا تعايد هذا ماكين هاكا. وثاني كاينة الانترنت وحنا عندنا الانترنت توقع اي لحظة تروح. اصبر اصبر كش ما نتيلي شارجي وكش ما في دم الله اصبر. ايه راح الانترنت كومي شذي ونسلكتها يا وانفصالات الجزائر ذو. A few moments later هاي جات يا عصر عزيت راحت والانترنت تمشي بلي كابل تحت البحر. لا هذا الكابل في الشتاء يعضوا الحوت وفي الصيف تعضوا مغبريط مع تاع البارك. والانترنت عندنا وعندهم مش كيف كيف. جبو كش مدير كود للواي فاي قادر تلقى جيش قريشي كونيكتي قدام داركم. شنو يديروا هذولا؟ ايه حد الواي فاي هو لازم ندير له كود انا. وانا الحاجه اللي كرهتني في حياتي هي ما الحاجه اللي نديرها تقولي من الانترنت. ما مدي لا دياري هذاك هو من الانترنت. ما وجعني راسي هذيك هي الانترنت اللي ضلت فيها غديت هذا موعد الطيحه ركبتي توجع الانترنت اللي دوخاتك طحت. ايه سي بو خلاص لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم. لعجبت ما تنساش تبارطاجيها ودير جيم من تحت. ايه تشاو.